لكن غير مجمد بس مجمد يا طبعا. لا مجمد لحد لما بتيجي تعمل ايه الغرامه بتاعتها 20 جنيه غرامه المخالفه الدوره 20 جنيه مش راضعه. طب مش راضعه. فاحنا بنتكلم على ان تاني حاجه نتكلم في ايه، ان انت بتتكلم ان انت عاوز تنهض بزراعه في مصر. ما تنهضش بقى كلام ويجي واحد يقول لك احنا نعمل متوسط السعر الثلاث اشهر ولا الاربع اشهر بتاع استيراد القمح ونعمل سعر القمح. وزير تموين يقول لك احنا عملنا، لان هو بياخد المعلومه من دكاتره من ناس متخصصين معاه مستفيدين من الاستيراد. اه انت حضرتك بيستفيدوا من الاستيراد، فيقول لك احنا نعمل متوسط. طب انت بتعمل لي متوسط على السعر الوحش ليه؟ انا قمحي، انا القمح بتاعي اعلى جوده في العالم. القمح المصري والدكتور قاعد، اذا كنت انا بقول ان القمح المصري اجود انواع، لان هو فيه الماده اللازقه فيه بتعادل 24%، الثاني بيبقى اللي جاي من بره 3 ولا 4%. خدت حضرتك؟ القمح الاسباني بيساوي مثلا 280 ولا 290 دولار. اما القمح الروسي ب 210، هو لما يجي يعمل لي المعادله السعريه بيعملها على 210 اللي هو ارض